مرحبا بكم مشاهدين الكرام في قناة جسر المعرفة. حديثنا اليوم عن القرية الساحرة التي تنساب من تحتها السحاب. عندما ترى الصور للمرة الأولى قد تظن أنها من روايات وأفلام ديزني، لكنها صور حقيقية لإحدى قرى محافظة صنعاء، الحطيب. القرية الساحرة التي تستطيع أن ترى من قمم جبالها لوحات جمالية غاية في الإبداع، وقد بنيت على سفح جبل مرتفع جدا إلى درجة أن السحب تجري وتمطر من تحتها. إنها قرية الحطيب بمنطقة حراز التابعة لمديرية مناخة غرب العاصمة صنعاء. والواقع أن ارتفاع الجبال قد تجاوزت السحاب، لذا فأهل القرية لا يستطيعون أن يروا ما يحدث فوق الأرض، فمدى رؤيتهم هو السحاب. كما أن القرية تعاني من قلة المطر، فأغلب المطر يمطر من أسفل القرية للأرض، فلا تنال القرية إلا الشمس. وبالرغم من علو جبالها الشاهقة وطرقها الوعرة، إلا أن الرغبة الشديدة لمعرفة عاداتها المختلفة وتقاليدها عن قرب تجعل الإنسان يتحدى الصعاب ويتجاوزها للوصول إليها. وعلى الرغم من أن ارتفاع قرية الحطيب يصل إلى 3200 مترا فوق سطح الأرض، إلا أن جوها دافئ ومعتدل، ففي فصل الشتاء يكون جوها باردا جدا في الصباح الباكر، ولكن سرعان ما يجعل شروق الشمس جوها دافئا جميلا وممتعا. ويسكن قرية الحطيب التي تجمع بين الطابع المعماري القديم والحديث وسمات الريف والحضر طائفة البغرة، أو المكارمة كما يطلق عليهم في المجتمع اليمني، وهم طائفة إسماعيلية مسلمة يتزعمها محمد برهان الدين الذي يعيش في مومباي، ويزور القرية كل 3 سنوات، حيث يوجد مزار وقبة حاتم محي الدين التاريخي الذي يتوافد عشرات الآلاف من أتباع البغرة كل عام لزيارته. كما يوجد في الحطيب أكثر من 5 مساجد وعدة فنادق ومطاعم سياحية ومستشفى مزودا بكافة وسائل التطبيب. وتتميز القرية بحدائق ومنتزهات وبوابة حراسة ومبان أخرى عبارة عن شقق مفروشة وموقف خاص للسيارات. وعرفت قرية الحطيب منذ القدم بإنتاج أجود أنواع البن اليمني، حيث تزرع أشجار البن في وديانها وتسقى من أنهارها. وبالتالي ليس من الغريب أن تكون هذه المدينة من أهم المعالم السياحية والأثرية في اليمن. إن أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة والضغط على زر لايك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد.